سيادة اللواء المرشح المستبعد شيخ حازم أبو إسماعيل، من يومين كان في حوار وقال إن القضاء العسكري ليس بقضاء، كيف ترد على ذلك؟ ربنا يسامحه. كل بتوع القضاء العسكري طيبين كده. لا لا والله، يعني أقول لك حاجة، معلش أنا يعني آسف، يعني مش هو اللي يقول ولا أنا اللي أقول، نشوف منظومة القضاء العسكري بيحكمها إيه. يعني عشان يعني أنا جزء من المنظومة القانونية التي تحكم مصر كل في العادي والعسكري، وموجود في كل دول العالم. الأول نقول الإجابة على هذا دون التعرض لشخص بشخص معين، هو يقول ما يقول ونقول ما نقول. القضاء العسكري بنظمه القانون 25 لسنة 66 بإصدار قانون القضاء العسكري وليس قانون الأحكام العسكرية. تمام، عد لمسماه بقى اسمه قانون القضاء العسكري. بينص في ايه؟ في مواده ان القضاء العسكري هيئه قضائيه مستقله. ونص في الاعلان الدستوري على ان في بردك مع القضاء العادي القضاء العسكري هيئه قضائيه مستقله. يعني ايه مستقله يا فندم؟ ملهاش، لا تتبع احد فيما يتعلق بشؤونها القضائيه. عفوا، يعني الا تتبع المجل يعني القيادات الجيش وزير الدفاع؟ انا مش هتكلم على المجلس العسكري، بتكلم على اتبعها اداريا. اتبعها اداريا، لا يتدخل، لا تدخل على الاطلاق. وانت وحضراتكم مثلا لما تستطلعوا اراء او نصوص القانون القضاء العسكري هتلاقي ان القاضي العسكري القضاة العسكريون مستقلون ولا سلطان عليهم سوى ضمائرهم. المشير طنطاوي لا يتدخل في اعمال القضاء العسكري على الاطلاق، وهذه معلش يعني شهاده حق، ولا الان ولا قبل. هذه شهاده على مسؤوليه اللواء عدلي. مش مسؤوليتي، يعني امام الله وامام الجمهور وامام كل ما تتخيلين. امبارح او اول امبارح كان في خبر في الاهرام ان المشير طنطاوي اصدر امره بالافراج بكونه قائدا يعني رئيس المجلس العسكري، امرا بالافراج عن شباب الازهر او الطلبه من شباب الازهر. اليس هذا تدخل؟ بقول ربنا يسامح من كتب الخبر. ليه؟ ليه فندم؟ لان العدد المتهمين من الازهر الشريف من الجامعه يعني كانوا 7. واحد منهم من اندونيسيا تم الافراج عنه من سراي النيابه. تمام؟ وتبقى 6 تقدموا باستئناف لقرارات الصدر بحبسهم، والمحكمه العسكريه العليا بتتولى النظر في استمرار. تم الافراج فعلا عن 3، والنهارده منظور 3 استئنافات اخرى. يعني اداريا حضرتك بتقول لي ان القضاء العسكري تابع اداريا فقط يعني ايه اداريا يا فندم؟ زيه. طب ما هو في القضاء العادي تابع لمين؟ يعني انت مثلا لما تيجي النيابه العامه تابع لمين؟ النيابه وليس القضاء. انا بقول لستك هون بقول وما بيديرها مين؟ ما انا بيدير اعمالي الفنيه مجلس اعلى للقضاء العسكري مكون من رئيس هيئه القضاء، مكون من من يراس المجلس الاعلى؟ رئيس هيئه القضاء وأعضاءه المدعي العام العسكري ومدير المحاكم وأحد ومساعد للقضاء المدير لرئيس هيئة القضاء. وهؤلاء رتب عسكرية ولكن هم قضاة في الأساس. يعني ما القضاء العسكري عشان يبقى قضاء عسكري رتب عسكري في نقطة أقول لحضرتك. أنت في واجبك لو أنا جبت نصوص الدنيا كلها، وانا اسف ما عنديش يعني ما عنديش ضمير، هل النص هيقودني؟ يعني النص هو اللي هيقيدني ولا ضميري؟ يعني انت عندك مثلا مجموعه قواعد حاكمه لعملك المهني، لو انت عايزه تخرجي عنها لو ضميرك سمح لك انك انت تخرجي عنها، هل ساعتها بقى القيود ده هتمنعك؟ طيب معلش بقول لساتك حاجه مش. يعني اي واحد ايا ما كان، انا فيما يتعلق نفرق بين حاجه، معلش القاضي حال وجوده على المنصه هو ضمير هو الحاكم، لان برضك في يا جماعه في حاجه، انا بكتب حكمي باسباب
انا معلش زي القضاء العادي زي ما فيش ما فيش ما هو المشكله لا مشكله. المشكله فقط في ان بعض الناس اللي هو يعني معلش اللي عايز اللي يقول لك مثلا قضاء استثنائي ده قضاء كذا ده قضاء كذا ده قضاء كذا قضاء كذا في ايه؟ القضاء العسكري ليس قضاء استثنائيا؟ لا طبعا ليس قضاء لتحصين افراد القوات المسلحه على الاطلاق، بالعكس ده يعني ده هو يعني في عقوبات مغلظه عن القانون العادي فيما يتعلق بالقضائيه. طب اشرح لنا بقى على من يسري القضاء العسكري او القانون. في حاجتين، في خاضع وساري. ما الفرق؟ الفرق الخاضع القضاء العسكري اللي هو يخضع ليه اجرائيا وموضوعيا فيما يتعلق بالعقوبه، تمام؟ الذي يسري بطبق زي المدني. في لا في ناس بتتكلم بتقول ايه ان القانون القضاء العسكري يعني مثلا في عقوبه السرقه، انا بعتبر اي سرقه على القوات في القوات المسلحه فيما يتعلق بالخاضع فهي جنايه بيعاقب بالمؤبد مثلا او عقوبه اقل، هي تعتبر جنحه فيما يتعلق بال في قانون العقوبات. نعم تمام. هنا النص في التجريم على الخاضع دون الساري، انما لما يسري اللي هو بقى المدني الخاض الساري في شأن قانون القضاء العسكري بطبق عليه قانون العقوبات دون اي قانون اخر العادي العادي خالص. مين من ما هي فئات المدنيين التي يسري عليها ويكون يسري في شأنهم هاخد الكلمات دقيقة من حضرتك. يسري في شأنهم القضاء العسكري او القانون او قانون القضاء العسكري بيسري في احنا عندنا المادة الخامسة القانون القضاء العسكري بتتكلم على اي جريمه تقع في المعسكرات القوات المسلحه. هناك مدنيين يعملون ولا ما هو لا ده المدنيون اللي عاملون بوزاره الدفاع دي خاضعين، بس بشرط ان هم تكون ذلك في خدمه الميدان. تمام. وفي ده في سبع فئات خاضعون لقانون القضاء العسكري. نحن بنتكلم دلوقتي على السريان المدني الذي يسري في شأنه قانون القضاء العسكري. لو ارتكب جريمة داخل أي مكان عسكري أو أي محل يتواجد فيه العسكريون، تمام، بسبب تأديتهم أعمال وظائفهم. ده الحاجة التانية، لو وقعت الجريمة على معدات القوات المسلحة، أي حد يتعدى على يعني دباب زي ما مثلا حاصل دلوقتي اللي حرق واللي عمل والكلام ده كله، مسبيرو وحيلت للقضاء العادي بقرار من القائم بأعمال رئيس الجمهورية وفقا للقانون 162 لسنة 58، تمام. حق وزير القائم رئيس الجمهورية في حالة الطوارئ ان هو يحيل اي جريمة الى محكمة امن الدولة طوارئ، هذا حقه وفقا للقانون. يعني احيلت بقرار من رئيس الجمهورية وليس وفقا لقواعد الاختصاص الولائي اللي منصوص عليها في قانون 25 سنة 66. تمام. ده هناك فرق. ليه احيلت يا فندم؟ ده اختصاص يعني. طالما هو انا دلوقتي لما يعني لما اقول مثلا ليه انا حلت في اعتقد ان الضغط الاعلامي الرهيب اللي كان موجود هو سبب، فاحنا جزأنا معلش احنا كلنا، ما هو الاعلام وحضرتك وباقي الاساتذه بيقوموا بدور بردك لتكوين الراي العام وتوجيهه الى اتجاهات معينه، تمام. احنا شفنا يعني كان باين قوي ان، وبعدين نظرا لحساسيه القضيه دي بالذات عشان كان فيها اخبار عشان فيها فايه، احنا خدنا اللي كان واضح في الصور هي دهس الجنود اللي هم في اثناء مركباتهم، وده قضيه حاليا بردك متداوله في علنيه لمن يريد ان يحضر، موجوده ثلاث جنود اللي هم كانوا بيقودوا المركبات موجوده حاليا بيحاكموا. طب يمكن احيلت لقضاء المدني لانه لم يثبت ان هناك مواطنين تعدوا على منشات عسكريه على مركبات عسكريه، وان الحقيقه ان اللي حصل العكس، ان المركبات هي التي دهست المواطنين. لا معلش انت انا بسال حضرتك. لا اعتقد ما هي التحقيقات اللي موجوده عندي، هي مشكله التحقيقات في ايه؟ مشكله التحقيقات في التجمعات، انك انت بتعتمدي على صور معينه وعلى اقوال وعلى جهات ضبط قد تفلح وقد لا تفلح في كشف امر القمه التعدي.
إنما أعتقد شفتوا كلكم من يحرق المركبات ومن يحرق عربة المطافي، من يحرق الأتوبيس. أعتقد شاهدت في شاهدت ولا ما شاهدتش؟ معلش شاهدنا ده وشاهدنا ده طبعا. إذن هنا الفعل هنا إيه؟ الفعل هنا ما زال مجهولا، يعني حتى قرارات النيابة العامة ما انتهى إليه قاضي التحقيق، هو أحال اتنين اللي هم بسرقة سلاح السلاح اللي هو الرشاش المتعدد. نعم. تمام، ده حل اكتفى بهذا، انما ما زالت بعض الوقائع مقيده ضد مجهول، وقضايا المقيده ضد مجهول ما بتبقى يعني بيدي قرار في نهايه قراره او يعني كده بيشير مع تكليف جهات البحث والتحري بموالاه البحث عن الفاعلين. يعني أي قرار بيقيد مجهول بيبقى مصحوب بعبارة استدراكية إن هو تكليف جهات البحث والتحري بموالاة البحث عن الفاعلين. هذا القرار موجود. ماذا حدث في محاكمة من قاموا بدهس المتظاهرين؟ يعني متداولة. متداولة. متداولة موجودة بيحضرها يعني بيحضرها كل الناس، يعني وهذا يعني وحسب ما تنتهي إليه المحكمة. أعود تاني إلى اختصاصات القضاء العسكري مرة تانية. جمعية حقوق الإنسان بتقول أن المدنيين يجب أن يحاكموا أمام قضيهم الطبيعي، سواء بقى في العباسية، سواء في ماسبيرو، سواء في أي قضية أخرى، أن المدني يحاكم أمام قضيه الطبيعي. اشرح لنا ده، ولماذا يعرض المدني أمام القضاء العسكري مرة أخرى؟ ما لا يعرض، هو هو اللي بيجي لي. هو اللي بيجي، انا مش انا اللي بروح، بيجي لوحده انا اللي بقى يعني معلش. هو بس في حاجه بقى. نعم. معلش يعني ممكن اخرج عن السياق بسيط شويه. تمام، احنا عندنا بروتوكول العهد الدولي صادر سنه 66 المنظم لحقوق الانسان المدنيه والسياسيه سنه 66 اللي صدقت عليه مصر اعتقد في سنه 81. تمام، هو الحكم في ايه؟ الحكم فيما يتعلق بالاعتصام، والحكم فيما يتعلق يعني ايه قاضي طبيعي. لا يوجد تعريف محدد للقاضي الطبيعي، ولكن في مجموعة خصائص تحكم القاضي الطبيعي من عدم، ونشوف هل هي متوافرة في القضاء العسكري ولا مش متوافرة. القاضي الطبيعي وفقا للبروتوكول بيقول ايه؟ القاضي الطبيعي هو الذي يحدد اختصاصه وفقا للقانون. انا عندي قانون القضاء العسكري هو اللي بيحدد اختصاصي. تمام، وبيقوم على شأنه بايه يا بردك اسف، القانون لازم أن يكون ساري وقت قبل ارتكاب الواقع. تمام، يعني لازم يبقى اول حاجه في القضاء الطبيعي ان لازم أن يكون في قانون بينظم بيحكم الواقعة التي عدت من الجرائم. ويقوم بتولي النظر الدعوة دي أو الحكم فيها قاضي متخصص. أنا القاضي العسكري قاضي متخصص مجاز في القانون، شروط تعيينه هي ذات الشروط اللي منصوص عليها في قانون السلطة القضائية، المادة بنظم المادة 38. وبيحلف اليمين القانونية قبل مباشرة أعماله بردك وفقا لما بنفس النص اللي منصوص عليه في قانون السلطة القضائية، أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل وأحترم القانون. الحاجة التانية اللي هي الأكتر إن أنا لازما أكفل ضمانات الدفاع للمتهم. أنا مقيد بقانون الإجراءات الجنائية، ملزم إن أنا أسمع الدعوة سواء في النيابة العسكرية إذا كانت عقوبة الحبس وجوبية، إن أنا أجيب المحامي، وإذا لم يكن له محامي أدعو محامي للحضور إذا كان هو مسمي موكل عنه محامي. ملزم إن أنا ألا أسمع أقواله إلا في حضور دفاعه. لازما أنظر الدعوة في حضور الدفاع دفاعه، وملزم
ان انا لو ما عندوش ان انا اندب له محامي. يعني كل اجراءات المحاكمه الطبيعيه موجوده هي متوفره في القضاء العسكري. وفي نفس الوقت معلش وبرضك معذره اتفضل. لا اتفضل يا فندم. يعني اسف. ولازم نضمن اللي هي الحته اللي احنا بنركز عليها، القضاء مستقلون. لازم يكون القاضي مستقل. طب ليه في خوف من القضاء العسكري انه قضاء قاسي، وانه إذا كان يستخدم هذه القسوة على هيئة أو جهة يجب أن تتميز بالانضباط الشديد، القوات المسلحة، فهو ربما لا يجب، يعني المواطن الطبيعي ربما لا يجب أن يتعرض على لهذه القسوة، في دايما إحساس أنه قضاء قاسي، هل هذا صحيح؟ بالعكس، ده أنت يعني لو شفت قانون القضاء العسكري هتلاقي كله مثلا إحنا عندنا إيه، بيبدأ بحد أقصى وينزل في الدرجات من ايه على خلاف حتى قانون العقوبات. يعني احنا عندنا في قانون العقوبات بينزل مادة 17 بتنزل درجة او درجتين، ده ممكن ينزل لعقوبات بسيطة للغاية. يعني مش قاسية ولا حاجة. وبعدين لو حتى المحكمة هي بقى موضوع التصديق اللي دايما بيعاب على القضاء العسكري، انه بقول لك ده تدخل من الجهة الإدارية او على القضاء العسكري. التصديق ده كل سلطات القاضي المصدق كلها مرحمة للمحكوم عليه. في طعن يا فندم؟ يعني في درجات في القضاء العادي؟ ما هو ده بقى مدردك من ضمن، معلش ما احنا يعني الحديث عشان يعني موضوع كبير شوية. بردك لازما من شروط القضاء الطبيعي ان يكون التقاضي على درجتين. عندنا حاليا رئيس هيئة القضاء هو رئيس المحكمة العليا للطعون. تمام. في ملزم في عندنا بيجيز القانون الطعن الاحكام الصادره من المحاكم العسكريه في خلال 60 يوم. تمام. وبتنظر امام المحكوم، ولازما شروطها برضك ان انا اداء الاسباب، ولازم من محامي مقيد نقط. يعني بنفس يعني بنفس شروط نفس الشروط. وبقول لك برضك الحاجه الثانيه او يعني المهم التنويه اليها، ان نفس الاحكام اللي صادره من المحاكم محكمه الطعون المحكمه العليا للطعون بملتزمه بذات الضوابط والمبادئ اللي موجوده في محكمه النقض. يعني ما فيش، لان تاهيل وبرضك في ده، انا يعني معلش انا تاهيل اعضاء القضاء العسكري تاهيل شديد. يعني مش يعني اولا كل تأهيله بيبقى في القضاء العادي، بياخد دورات دراسية يعني على طوال يعني سواء طويلة أو قصيرة، ممكن بتصل لست شهور على ثلاث مرات دورات قصيرة في حاجات معينة. لما أكون في تأهيل القضاء المدنيين بحضر بسافر كل الأعضاء القضاء العسكري بيسافروا الخارج للتأهيل. بياخدوا يعني عندنا كل يعني أنا قضاء طبيعي وفقا لاختصاصي على ضوء البروتوكول العهد الدولي المنظم لحقوق الانسان، لحقوق الانسان السياسيه المدنيه والسياسيه. يعني بصراحه اذا كانت هناك خصومه بين، هي مش خصومه ولكن يعني في عسكري، في طرف عسكري وفي طرف مدني، انا بقول لحضرتك مشاعر الناس واسئلتهم، ما هو الناس هتحس ان، عفوا مع احترامي للقضاء يعني عموما والقضاء العسكري ايضا، انه القضاء سينصف العسكري على المدني، لانه هل هذا ممكن؟ لا يعني السؤال فيه لي بالنسبه لي ممكن اخده بمعنيين. اتفضل. لو انا عندي مثلا لو في طرف عسكري ارتكب الجريمه مع طرف مدني بتحال كلها للقضاء العادي. لا انا بتكلم على فكره مثلا اعتداء مواطن على الاتهامات مثلا باعتداء حد على عسكري مثلا يعني. تمام. هل هناك شبهه ان ينصف القضاء العسكري على المدني؟ ليه صفه عشان ايه؟ ما بقول لحضرتك من الضابط عندي تسبيبي يعني معلش. وانا عندي درجات، ما انا ممكن يعني احنا فتحنا لاول مره في الايام اللي فاتت دي احنا في القضاء العسكري ما فيهوش حاجه اسمها الدعاء المدني. الدعاء المدني ان يحضر المدعي بالحق المدني امام المحكمه وله طلبات في التعويض، لا ننظر قضاء تعويض على زي القضاء العادي. تمام. ولكن احنا اخيرا ارتقينا ان من رغم وجود نص يمنع هذا، انما احنا قلنا ما فيش ما يمنع ان المدعي بالحق المدني يبقى له ظهور
ويتقدم بطلباته. كانت الاول بيحضر برضك بس بيقدمه عن طريق النيابه العسكريه المختصه. قلنا المره دي مفيش مشكله يثبت حضوره وبدفاعه ويقول ما يقول. ليه في محامين كتير ما بيحبوش يترافعوا امام القضاء العسكري؟ مين قال كده؟ يعني لا مثلا في عدد من القضايا في قضية مثلا علاء سيف علاء عبد الفتاح رفض أن محاموه أن هم يترافعوا من القضاء العسكري. مين قال كده؟ والده والمحامين كتير منهم الأستاذ منتصر الزيات حضروا في لما استأنف القرار. حضر أول المحامين معاه أثناء مسؤول أمام النيابة العسكرية وحضر محاموه حال قيامه بتقديم باستئناف القرار الصادر بحبسه وترافعوا وقالوا ما قالوا. انا مش مسؤول معلش عن الايه. لا انا بسال حضرتك على اشياء متداوله وحضرتك صلح حالنا. لا ما انا بقول لحضرتك اهو ما هو المشكله ان في ناس يعني بتقول في القضاء في ساحات القضاء العسكري ما لا تقوله وتذكره في العلن في الاعلام. تمام يعني انا كان عندي احد الاساتذه الكبار امبارح فقعد يعني يسهب في حاجات كتيره كويسه. سالته سؤال قلت له ما بتقولش ليه كده في الاعلام. قال لك ايه؟ قال لي ما اقدرش. ليه يا فندم؟ ما اعرفش يعني انا بس. ومنهم يعني معلش للاسف الشديد بعض حتى الناس الكبار قوي يعني بيجي هنا يقعد مثلا يتكلم كلام جميل وبعدين تلاقيه فجأة كده تلاقيه ظاهر معاكي او مع احد الاساتذة الاخرين وقلت والله ده الراجل ده مش هو اللي كان عندي. طب ايه اللي غيره؟ قولي لي بقى انت اللي بيغيره. مش عارف اتمنى ما نكونش احنا اللي بنغيره. لا والله بصح والله حاجات يعني حاجات غريبة يعني معلش يعني قول الحق يجب ان يستقيم. يا ريت نخرج فاصل آخر يا سيادة اللواء وبعد الفاصل نواصل الحوار حول القضاء العسكري، نتكلم عن التعديلات في القانون ونتكلم عن أشياء أخرى كثيرة منها عفو خيرة الشاطر وأسئلة أخرى.